بعد حملة عسكرية بدأتها القوات الحكومية في أيار الماضي لاستعادة مدينة سيرت الساحلية، وبعد معارك عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمدفعية في اليومين الماضيين بين القوات الحكومية الليبية وتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، أعلنت حكومة الوفاق الوطني أن المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش بمدينة سيرت تقلصت إلى كيلومترين مربعين فقط بعد أن كان داعش يسيطر عليها في 2015. وتكبدت القوات الحكومية خسائر كبيرة، حيث ذكر المستشفى الميداني في سرت والمستشفى المركزي عن مقتل 34 عسكريا على الأقل وإصابة نحو 180 بجروح. وشنت المقاتلات والمروحيات العسكرية الأمريكية والليبية غارات السبت على شمال مدينة سرت.